بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم آيات الدرس قدام بيسن قال هذا أكد لنا دين تينكو جيسيس يا صاحبه فجيسيس وحكم الآذان إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها رجاء واللعبة وآذان كيوه قام بالله إذا الله إليه يقول حاطرا يا أهل الكتاب الكتاب كنكو إهل كآيو هل تنقمون إياد نوغو علي سنتهين إياد نغا أرجودي نيسان إياد نوغو عيبا نيسان منا حقا يرى يا أهل الكتاب هل تنقمون من نوغو عيبا نيسان منا أنك حقا يرى إلا أن آمنا إنا كمينيك ونوي بالله عليه وما كنزيل لديجيه إلينا حقا يرى لديجيه وما كنزيل لديجيه من قبله وأن أكثركم بنكين فاسقون أتيهم وأكلم يا نجوع عباني سال نجوع لادين إنسان إن الأليو وحين الجسد دجيكم عيني أنا بقول الجسد وحين جورين بنكين أي فاسقين هنا ونفما يسلحي إن بنكين فاسقين هنا يا أهل الكتاب قلوا حتى يا أهل الكتاب يوم هل تنقمون من نجوع عباني سال ومن نجوع من نجوع أرجودين إنسان منا حاجة هنا إلا أن آمنا إنا هم إنك لي مويان بالله عليه وما كيوزيل إلينا أن نجن الوسوة بشيء وما وزيل من قبل عيرتا وعيب عن هم يادنو حيسان قاسوا لعيب معه وأن أكثركم إنا هم يسنع وأن أكثركم بلكين فاسقون نتين عيرتا لم يادنو حيسان قاسوا لعيب معه قلوا حاطرة وضف شيرتا هل أنبئكم ما يدين كورما بشر وحكشر بدا من ذلك كاعد لقوا عيب نيسان مصوبة حق أبا المريض عند الله أنك كادوا عبير إنسان شر ملا بك أنت أفعل تفضيلك لبدأ دين عبد الشيء بيولا لأن دين عبد ربنا أبدأ دين عن لولتي وحا أنك أدوا عبير إنسان وكشر بدن مدين شيئا أنك حيو شر ملا بك أنت هل نبئكم مدين كورما يدشر لنك كشر بدن من ذلك كا عرض إعطاء نوح إنسان مصوبة حتى أبالك عند الله يا الله أكتنس من وين لعنه الله الله لعنه ذي ورحمه سكده ذي وغضب عليه وأعراضي وجعله خيال منه أكون الجدادة الضعية ذي والخنازير الضفار وعبد الضاقوت الشيطان كعادلي أولئك كواسي مجدين كوه ما وحا وحك شربضا أنا قشر مليني ها من لعنه الله هو يقفك ألا الله عنه وغضب عليه وعراضه وجعله كيّر منه حقود القردة الضعية ذئيه والخنازير الضفاره وعبد الطاقوت الشيطان كان عابدين أولئك قواسا شرب شربنا مكانا حق الدرجة فرق قيامها الله تبه قواسا شربنا النار ويجي مكان قرب وأضلوا المثبرا عن سواء السبيل وزر نتتوسا مرك مكانا تهديل لما يلغدهم وقيامها او يرى مكان كود واجهنا موي دي مكان كدرجه لغا دغان دي درجه دو وا غالي موي مير باي جوغا مركه دوفار كي يتا يردو وحوي لبد وا خلق ابو النبي قال ويديه بندر لن سخي بابا لو يري او لو فسخي ما وعدت وا خلق اله سدم ابو ريم امك يهودي اي حماك يا وسن لغا دغان أولئك هو أساسر وثربنا دان يرهد لغا دقا يدوفار هذا مكان حق مكان كقيامه مرتنا تشوله وأضلوا المدبرا أسوى السبيل وضر مدبرا وإذا جاءوكم مركي إذين يمادان قلنا يهودي قالوا حده آمنا حمينة وقد دخلوا حي لسه قال بالكفر قالوا ومركي وانو حمينة ليهين وقالوا وهم يقول قد خرجوا إلا بحبه بالكفر يوم وعلي أذجي ليس وحبا مرترين والله الله أعلمه بما كانوا يكتمون روحي قرنين ويهودي منافقين تعالي منافقين تعرف تعالي معها يهودا قارنا قال لماذا إسكع عبدين سنة قارنا اللي بعلا بعينا هاد بدين عجلة ويهودي منافقين تعالي مركي أفكا كليهين وانهم أين قال لماذا إلا سوى قلعنا واحد وينه وكوش التامتك مركي دحيين وعلي دي والدي وحبا مرترين قال لماذا إلا بحبوه وإذا جاءوكم مركا إليه مادا ولدى اليهود المنافقين قالوا حيثه آمنا وانحمينا
وقد دخلوا إلى الله صلى بالكفر قال لماذا وهم يقولون قد خرجوا إلى بحن به بالكفر ووعدي واندي وهو مصري والله الله أعلمه بما كانوا يكتمون وحي قرنية مركي كل شوقان أفكى وانصنع إليه قال لمن وسط أغتبته ألا أبوك أبو المريض وتلاوات أركي كثيرا إن بغنوا منهم يهود كمدا يسارعون إني أدك ذلك الإثم الدنبية يرعد وانع الله يتنكى والدنبي يعلاد يوحى اللوت شوقين بيكوك عيا يوأكلهم عن الدور السحط حرام تأيقون عيا لبئس وحاهم ما شيء كانوا يعملون قوة على فرق يهود روحوا عادوا ودقنا إني كد انتقى دنبي يوحى اللوت الدنبي سمين كرام إني نستائل علينا أو الله يتنى وإسلام كأي العليهين حرامتنا وعني وكوهن وذاتده تدك حوليك أورو سنيا أي شو شيء يردد في مبادن إنا يجي على إله وحمد سنة يبدو على لي وتراوات أرك كثيرا إن بغنوا منه إياك منه يسارعون إني أدك دبي في الإثم الدبي إيه في الإثم الدبي والدوان على يتنك وأكلهم عن الدور أصحت حرامتا عنيا إسكائل على ما يوح دنبي متشر وهدوشر وجلي لبيث وحاهم ما شيء كانوا يعملون قوة مصاري الله عليها لولا ينهاهم من نهيا الربانيون علماء عاملين تاعي والحبار علماء عالية أهل عن قول 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 من كان نهيا الإثم الدم بأي فقر ليا يو أكلهم عن الدور وسوحت حرام تاعنيا لبيس وحاهم ما شيء كانوا يصنعون قوصر عيو يعملون يصنعون وإسلام دوا الله عليه والعلماء محيليهم ميدتك كان نهيا ربانيون وحال إله علماء عاملين تاع أحبارنا وحالي ذا علماء عادية يا ليلى ميكنها هي أنت يدخل كل دورة يوحى ميكنها هي ويدا بطفلون وكذلك إنه نصلا سوكله علماء يوحى الله صلى إنا حمانة إنا جنة هي نبغى طريقة دي نقول هي لا شيء غيره هذا مكر أركته أفكا أولاتك دعنت أولاتك ذات كروي ذا أفكا ذات كروي إسكجد وذلك أضعف الإيمان أخفت أبو أجريا قفك أنت وحبك من وعي كتني لولا ينهاهم من نهيا الربانيون علماء عاملين تاعي والحبار علماء حالي تاعي عن قولهم يهود قول قادة على إسم الدنب أكو قوله يواجههم عن الدور السحط حرام تاعي عنا لبيس وحاهم ما شيء كانوا يسحون فرصا عليه وقالت اليهود يهود وحي لهم يدل الله إلهي جعلتيش مغلولة وإلا رنتها وأبخير بأجيلا قل بأيديهم الليلة تعمه هذا الله وعلى عنوانا الله عنه بما قالوا هذا تعالى إلهي بل يداه ألقى عميش مبسوطة ثاني والفتين يوفقه بحياه كيف يشار لفظك بل يداه مبسوطة ثاني أنه مرحب قرآن فيك تعالى إنا الأولين سورة قليم أهمك إنا الأولين سورة قليم أهمك أولي قامها ألا ليه هو في تنهي ليه وقام أقار وإن أنه قرنين معضلا وهي ليه وحبك مجرى وحوى معتزلا وحاسو وحبك مجرى ووحكا لك مجسمة وحي ليه وقام صدر نأكله الله الله وصدر نأكله لبدا مدنا إنه قلمين أنا قلنا حتى ما يسأل لفظك كمدين إن أفصمالي اللي بدلنا وحبك هين ميسو قعما أن أفصمالي أبدل وحبك هين ميسو وحين راعنا السلف الصالح نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام سدر من نبسه قارسيين ما أول وحا تأويلك أقوه الرئيين والذي معتزل ذا أهين ابن السيناء يخد فدها يا أقوه الرئيين بري فلسفة اليوناني قال الله قري وكفنك منطقة ليلة وخطر وحاوي معتزل ذا ما سوي وفلسفة اليونانية لكي مأمون هذا قرأ وتفسير ترجمة بلك هذا اللي يجور المهي عبد وحي إلهي قعمه في السبب الهتال اللي يجور المهي يعني ماشي كتالة لكي طاعة نقل يقول شيئا قرأ تها آخر يوم وقالت اليهود يهود وحي له يد الله ألا قعنتيش مغلولة وإلا عظمتها قلت أيديهم قعمه هذا الله قعمه هذا الله وأنا حبارته ويكذب أنت وحي لك هذه قتاله إن الله بخيل إلهي وفقير أنا أقول أغنيا أنها هي كارغتها والعنوة الله العنبي بما قالوا هذا كأيرهم بألغول عنه إلهي الحمد وقرده
بل يداه مبسوطتان قعمها ألا ليه وقعمه إسهق أقار ما فيه كره ومتر عن مده كره تورت أملهن سيدا قوة أن يقول الله هذا نظيم منه بس وحينه كدينينا سيد النبي الله محمد كدين يعني كدينينا يمن الله الملآب والنبي عليه الصلاة والسلام بدكت إله وبحذا وكلتا يديه يمين يقول لبدي تعملوا أملك مركا نبي الله محمد بن فاعلا معتزل فاعلا بل يداه لمن يستقبعد مبسوطة ثانية وحان اسبربر إليه مجسمة هي معطلة معطلة ومعتزلة وحاس إلهي مبلا بينه لما بشيكره وأنا ما كيجي إلهي مال والبلا وجوه مال لنا ما تشوف وأنا ما كيجي استوى على العرش غلبه وقهره وأنا ما كيجي غلبه وقهره غلبه وحان وقد عرفها وحلا جاهي سعود وقعد كاتبه غلبه ذا اللي قرآن كي استوى هذا كتير تاني خدي خدي على كتة الله وضوء ارتفاع خدي إلى كتة الله وضوء نوى قصر هدو فعلك لازم يهينا وكامل نمو ويا قرآن كا إن بدنا بقيسوا هذا قرآن كتير تاني قال وحب لي يداه مبسوطتان قعمه سوى في تنين من كان قعمها ألا لشيقي قعمها لقوت المال مهي صالة ديه مهي وممنوع وقعمه إساق أقارة وين القرنين الله عليه ينفقه وبحيا كيف يشاء سيدو دونه وبحيا سيدو إساق دونه أوفر بلن ومديسة وحاول يوحو دونه سيا وحي وحو النمو سيا ولجديدن وحو أزياد كثيرا إن بلن أمنه قالك كمدا ويهودا ما تؤزيل إليك الرسول لجنب ربك أو قرآن كريم ضغيانا كبر وكفرا قالمه قرآن كان لسود دينيو إلا سبيل الغنغمه يهودا وحو أزياد قالمه يكبر وحيلي وحنا أنه مبنى قانين دينتي ناوس الدين عن هاي ما يليه ولجديدن وأسياد وكردن كثيرا إن بلنوا منهم قالت كمدا يهودا ما أزيل إليك وحي الأسود جي ما قبل كربي قال لك أسود جي دغيانا كبت أو كفر قال له الله محمد والقينا وانفي ابني بينهم تحضر العداوة واكع النبي فانك وانفوس ودحدين خلاف بقى لبقى حدين نبي كانت القينا وان كل حدين بينهم تحضر العواد عداوة الله ثانيه والبغضاء على إلى يوم القيامة قيامة يوم كيس يهود إلى يوم القيامة دل يا فقير نمو يا عبسي يا حسد نمو ويقول إلى قيامة وصلاء اليهود وألقينا وحن كل دحلين بينهم دحضر العداوة عدو نمي والبغضاء عرب إلى يوم القيامة كلما أوفدوه مركز صعي هوريان نار النار هوريان للحرب الدقاء الهوريان أطفأها الله الله بعد دميني وهي يود إن بدنا نسخدها يعني تقال إلى كعيان مدينة كعيان ومر مشركين أنت قلت تقال فإذا أنا قال إذن لك فيه وأوحي صوى رأى مر إسلام في الحديث إسخوك عيني مر يجا كهن شبيني تقال قادة يعني مر كالصوى تقال إسخدها يعني النار وريان الله مضمني سبحانه وتعالى كلما أقلوا مر كالصوى وريان نارا ضب وريان للحرب تقال أطفاء الله الله مضمني ويسعون ويسعون في الأرض لكر الفساد وحبيس ويسع شركي يقالمه هي اشكدت لكر انت سيلت شغا يسعون في الأرض يهود ما كسال ليها إن ابن الجواسر وخلقه تلك فساد تلك اللت شغا وهو يوادت قوة يسعون ويسعون في الأرض لكر فساد الأمان والله الله لا يحب ما تعلى المفسدين فهو حبيس يا مشركين تعلى يا عمان كعبورة الله ما جعل سبحانه وتعالى ولو أن أهل الكتاب ألو حوليه ولو أن أهل الكتاب أهل الكتاب أمروا حتى يكون من الهاية أو التقو الله هذا خبق الهاية لكفرنا وقت كثير الهاية عنهم عبور سيئات وعمان طوريس ولا تخلناهم ونقلين لهم جنات النعيم نعمة الجنة إذا نقلين لهم عليه سبحانه وتعالى ولو أن أهل الكتاب هذه إيمان كقادة الهاية وحلو إيدن بالسمايين قال لماذا مركي كتيرين الله وقتك تلقى أبداً ما يرديه ما يقال أهل تيرين وأنه هذا دم دافع حصل إيمان كفليق ضامضاً دم دافع وحكو حرية إيمان يكو حرية ولو أن أهل الكتاب إنك هذا غصيد وخلق هذه التوبة كأنه ونكسانان الله هو أنه دم دافع
يعني ما له مدهن أيضا اليهود بيكسوا الدكتين هي قالوا المشرق العرب بيكسوا الدكتين أسوا خلق قرآنكم معها وحمر كلية دعاية الله صلى في تاريخ معها كالهرق معها ووح وقت والبسقين يا قرآن ولو أن أهل الكتاب أهل الكتاب آمنوا حتى يسكم إلى الهاية واتقوا الله وكبق إلى الهاية لكفرنا عنهم وانكتر تير الهاية سيئات امان طاري ولا أكلناهم وانقلل لهم جنة النعيم نعمة الجنة ذلك ولو أنهم إياه أغاموا التوراة التوراة دي أغانوا كل رغمة يقول إنجيل إنجيل وما في إنجيل إليهم لسجد من ربهم وقرآن كريم لأكلوا وكعوا للهاية من فوقهم دشار فوقها إلهي أفصيح لها إيا النعمة ومن تحت أدين الأمور وصول النبات إيا باتها يا صالح لها منهم يهود وحكمين إيا الكتاب فعلى الآله أمة أمة مقتصدة بإحدحاب وحقها عسن وقصورة بإحدحابه قال لماذا رحتني وكثير من بضنوا منهم إيا كميدين ساء وحاهم ما يعملون روح عمل فلح هذي يهودي كعمل فلح توريد إنجيل يا نصارى يا هذي الكتاب كعمل فلح قرآن كان قاعد فل هاي توريدي يجيلكوا عمل فلك وحوي نبي الله محمد بشاعية بكي توريدي يجيلكوا عمل فليا توريدي يجيلوا هاي أمر يا نبي الصفات عليه صفات عليه سداسة قلبا حتى كده ها بك الله بذا هذي انت فاعان القرآن كتاب كله إله هاي الرواق دين عمل بقتي كل هاي عرف النبات كي يا رحمة دي يا هول أجايما لولك نزد إجي يا باره يا حاله الرواق كده دين هاي ولو أنهم إياه أقاموا التوراة التوراة دي أوجي لهاي وخلق من الهاي والإنجيل إنجيل خلق من الهاي ونبي الله محمد رائع الهاي وما شينا أي خلق من الهاي ونزيل إليهم الأسود يجي من ربهم ربهم وقرآن كريم كأه لأكلوا وكعون الهاي مفوقهم دو صورة رحمة الله كسوة دقنا ومن تحت أدينهم لما هو صورة زيت إلى أوبع لها منهم حاكمين أمة أمة مقتصدة بعد هذا وعادلين وكثير إن بلغ منهم يكمله ساء وحافل ما يعملون حيعمل فلان درجة أغسى الرئيس إيه الكتاب كليين ومكتسب إحدى حال مدى نبي الله محمد شهداء وهيك أغسى الرئيس عليه يا أيها الرسول رسول الله بلغ قاسي ما أزيل إليك ويحل المسوى الدجيين من ربك ربك على المسوى الدجيين أظن وحبك حقارين الدرك قاسي وإن لم تفعل سيدا هدارين يعني أو وحي يجي آدم ذاتك قاسيني فما بلغت وطيبت ماذا كتكته فما بلغت ما آدم قاسين رسالته الله رسالة دي أقول دي ما آدم قاسيني ذات طيبت ماذا كتكته والله الله يعصمك وقائلا من الناس ذاتك وحدده كدي لمجر إن الله ألا لا يهدي ما هنوني القوم قوم الكافرين أو قالت نبي الله محمد وحا أمر لبسيين وحا لبسوا دجي أردن ما يستران قاسين ذاتك وحبها كقرن ذات سايير وين الرسالة دي اللي ما أدري بودني والله قبسنا يا مركا حبق من بالله والله العظيم كنا كل اللي الرسالة دي بودي شيء اللي حكى بقى إيش كتب لي سامي كتير آيات عن عبد الله بن عباس بن الأوجي من الوحيد ذات قرابة دي النبي قتهم وإحنا وحية أوجاره اللي يدين كو سجار اللي يدين كو شيء ما تشيله الكثير ما آيات الغريب نكسر كل اللي بودي آيات ما تغريب سيدي وحي أن لو قارين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني الأجن صحابية وحيري وحوحية وقاره اللي دي كخاسية لهذا قرابة النبي قتين مجرى ما يبون القرآن يوحي ألا نقفى كفى همسية روح يا وحو ورقدن كيان سيفتي سقل كيان كتبت ورقدن وحا كيان العقل مكتي إيوه قال مسلم لودي مسلم قال لودي المان يا قطال ورقد البيت مركا سيد نبي الله محمد ذاتك كلا أغشى لك أم البيت كلا أغشى لك خواتي سيناء هاي مركا وحي إيقا أخاصة إيقا أخاصة أغشى أغشى لك لكن مركا وحي مقطع ذاتك أم بي لمده كما دوناه وشيعة ماشي كفت له ذي ماشي ساتي إلى هذين مركا ونكي شيعة بالله عبد الله بن الصبع بوأها من يهود بوأها يهود يمنيه دين تشهدته وبدي أبو نواسين إلى يمنيه وكدوا للمكية مدينة يلمن إنه يهود علمي ترى ورمشن وكعبد إلهي إذا هذا لب مدينة صومر ورمشن لب بقصه جرندن لبدي إني بصافع
waxay ku beermeen yaman bay ku beermeen marka ninkaas oo islaamnimada sheegtaba intuu yimid hadda Cali kulma dhace yuuda Cali markii hore wuxuu ka bilaabay nabinimada waxa lahaa Cali baalka ee nabiga Malku Jibriil ba xiyaano way isu eegtay waxaana beere Cali ciddiba ciirbu ba iyo tabacir meelahaas oo isma ekaan kara halkaas uu ka bilaabay kadib wuxuu yidhi hal binu abi daal ilaahay ba ka dhaxna hadda waxa sii daday wuxuu yidhi waa ilaahay buu digabiisna markaas uu Cali binu abi daal ogaadayo intii dadkii shaahid buu gamta u joogsay uu gubay dabuuba ku gubay intuu cararay baadiyaha u baxay yuu masar iyo meesha tagayo kuwii Cusmaan dilay waa ninka halkaa ka soo abaa marka macnaha waxaan ka warnaa eelbeytka waxyi baa loo qariyey gaara waa shiicadu waxay kulmeen eelbeytku dadkay lamid fadl ay leeyihiin oo gaara jira oo ilaahay siiyay oon cidu ka dafiri karayn laakiin waxyiga iyo diinta marka la yidhaahdo dadkay lamid yaa ayuha rasuulu rasuulki eelbeytku fadl badan buu nabigu u sheegay eelbeytka qur-aankii eelbeytkaygan idin ballan idin dardaar buu eelbeytka nabigu lahaa waa wixii ree cabdimuqaliba oo muslima eelbeyt waa labada uu يا رسول الرسولك يبلغ كاسي ما نزل إليكم إلا وسوا دجيه من ربك ربك أعطت كرنا ورسه ولم تفعل هذا فعلا سدى سدى ذي لنا الخلق كاسين فما بلغت ما أذن كاسين كسالة ورسالة والله الله يعصمك كائل من الناس ذك إن الله ألا لا يهدي مهن القوم الكافرين عائشة وعيتي النبي الأهبين وعقيد والبهار والمرقودي marku madinayo kaasiin waxaan ku fiicnaan lahaa nin saaliha oo ilaaliya kaasanu shanqad maqalabeeytin warwaa kuma waa Sa'd bin Abi Waqqas wa nabiga natii Zayd bin Zuhra maxaa ku soo ficil qalbigeygu bay ku soo dhacday inaan ku ilaaliyo nabigu sidoo u saaxdi waa la yaweeytin markii aayadan ku soo dhigay wallahi yaxsimuka minanna nabigu waa bii uu iska daayay wallahi yaxsimuka minanna qul wa hatira ya ahlul kitab in kutabo لستم كما سبلين على شيء شيء أو قيمة لك وقيمة لك كما سبلين حتى تقيم التوراة إلى التوراة وقتان يولي دينا الدين وما تنزل إليكم لابد يجب من ربك والقرآن كل قطان لمن باقي يجب الجهوزها كواحة نبي أو حيده سو محمد المقف سنك يهودي إلى الدين تهي صحة هارو أنا قلت هذا صار مكومين بوري wax kalena ma barbnay tahay fakaasalay waxa asrumaysan qiimad idin mal meel banaana xilla ya taagantii ay soo saartay kutub qul ya ahlul kitab ahlul kitab bi qurde la sumatin ala shay oo qiimal wax qiimal ku ma sugan yahay oo aqeeda ama amal hatta tuqimu tawrata ila tawrat oo xaal ku dhaqantaa iyo wali jiilan jiin wa tu jiil ilayku ishaa tii rabbiku rabbiyo wala yadidanna u ziyari kaseeran in badan oo minhu إلى كتاب تكملة ما أجيل إليكم إلا قال سيد من ربك طغيانا كبر إيه وكفرا قالمه فلا تأسى هأمرهون على القوم قوك الكافرين قالوا ذكروا وقال كنت لي قال لما دي هكول بهار إن حق القارم وعين والكديرين وحبها كول بهار يجي أطالة تاسي يجي أنوالا كوك الحساب كمين أدو في السالة بعد هورك وغير هأمرهون فلا تأسى وليزيدن وزيادة كثيرا إن بدن أو منهم يكملا ما أزيل إليكم إلى زوج من ربك طغيانا كبر يو كفرا قالوا فلا تأسهم مرغون على القوم الكافرين وديدنا كديدنا وبدنا كبر إن الذين كفروا آمنوا مؤمنون يو الذين كفروا هادون يهودون يو الصابرون هو الصابرون تلعينا يو النصارى نصارى من آمن غفر من بالله أعلم يو اليوم الآخر ما لنت قيامه وعمل عمل فرسالها الأمل والأحسن فلا خوف عرسين عليهم تسور الله ولهم يحزنون من أمرهون آيات محيلة المامسة قفوا أسل كيسي وربو في الدوني ها أهاده قدوا مؤمن هو مؤمن أسل كيسي يهود ها أهاده نصارى ها أهاده صابع ها أهاده إسلام ها أهاده وارس كهير بيشو المرة دي الله وضفر أيها مركز صابعين توحل وقت الماما وقوح أن جيل يتورد من ناحية سنة مركو على ليه الزبور بأقريا حاجة يمنين دو انتو كذا سنة كينا صدر عشي كسوما حاجة يمنين صلاة دو الوجيتا واح صلاة دو يا صابين تلوت الماما صابين لغاها وفلاغو
بس آياته هي شيئا تلك المؤمنين تأكله هو يهودا صابين في النصارى هذا إيمان كيسوه إيمان واسك مجنون أنك النصارى بهالشيء يهود بهالشيء أب كمال ويان إعرابهان إعرابه هذا يا واسك تدبرين الفهم سنين إن الذين آمنوا الذين غاس في محل الناس بالبيت الله إن ذاك على الفساد والذين هادوا الإعراب كذي من موقعه والصابون ولا دري إن كان وصابين هذي الذين هربوا عسكر وصابين بين غلها مركب حللي هاي الذين ظهر يا محل كذا فرعي هاي مركب محل كذا البعض وصابون بعد وإعراب الناس قال يرد كبر الجنين علم كلمة إن الذين كوا منهم من أبي يو الذين كوا هذي يهودي يوصابون كوا فلابوري والزبور أدريا يو النصارى كوا النصارى ظهر إنجيل بانو هيسنايه من آمن خفض من بالله ألا واليوم الآخر وعمل عمل فالصالح العمل ناسا فلا خوف عبسي في المستقبل عليه دوسوا لمعه ولا هم يحزنون وحكت لي أكبر وانيا مجلو آيات وحينو عدين ساعة قفق مؤمنك إيكا يهودا يصابي النصارى هذي إيمان كرشوه إيمانين وإسلام الله بكر حيان لقد أخذنا وان قارن ابو الميثاق بني اسرائيل في بني اسرائيل بلان توري محبل الله غير قارن اني حق قادن ايان او خصوص الرومين ايان واشرنا وان ادك اليهم عبر الرسول الرسول فربنا كل ما جاء المركز تؤوي ما دخسون الرسول بما شيء لي ما دلات هواء اين تعلين انفسهم نفسهم فريقا قيب كميدا كذبوا ويبينين ايان وفريقا قيب كميدا يقتلون ويجينين والله محلق قاد في بنو إسرائيل خصوصا وان صادروا إن الفميان وحق قاتان وحين الفميان لجربوا حكمين النبي لا محمد باكمين مركز خصوصي الوادر مركز صار خصوصي أولي مادو وحين الثبين وحق أولي مادو قيمنا ولينا يا قيمنا وبيننا كوي لا يه وحكمين النبي لا زكريا يحيى إيو يا كمينا كوي لا يه كوي بيني وحكمين النبي عيسى لقد أخذنا وان قارن مثاق بني إسرائيل غير بني إسرائيل بلد طوري وأرسلنا إليهم وأن أبدك فصول الرسول فصوشي إني في ميال لغبي كلما جاءهم مركو أيماد مركزوا أيماد فصول الرسول بما شيء لا تهوى عين تشعلين أنفسهم نفسهم فريقا قيب كميد والرسول فيها كذبوا البيرية وفريقا قيب كميد يقتلون ويلاين أظن ضارب على عبرين لكن ويلا يوم وحسبوه وحي أم ليين ألا تكون ألا توجد إنا لهلين فتنة فتنة ما كيف يشوش بيننا يا الله يا إنا فتنة يدب عذاب إيمانين ساسل خصوصا ما كيف الله يا وخار بيننا يا وحي لتها وحد منين الإيمانين يا لتها وحسبوه وحي أم ليين ألا تكون ألا توجد إنا لهلين إيمانين فتنة فتنة عذاب يدباته فعموه وين دبالين وحقي بأكوائي بركي أم ليين إنا فتنة إيمانين وين دبالين وحقي بأكوائي وصموه وين دبالين وحقي بالفتنة يعني حقي ما مقل يوين دقاها مقل كان عادي صوت كأمه وحكا دبالين حقي بكدب ويلين أرقى العادي قميها حقي بكأرق بيلين ثم طاب الله الله كتوب أفضل عليهم تسوى oo toobuu waafajiye yahuud inta goorba laga toobo aqbalo suma amuu hadana way inda beeleen oo xaqiiqay ka inda beeleen oo amuu way naga beeleen khafirul imbara oo minu yakuna suma taaballahu alayhi wa toobaa aqbalo suma amuu way inda beeleen oo sammu way diga beeleen khafirul imbara oo minu yakamidi way diga beeleen khafiru taa waxa laga bedeli sammuura oo deeda laga bedeli wallahu allah subhanahu wa ta'ala فصيروا وأكاه بما يعملون وحي عمل فليانه الله كأبو المدى سبحانه وتعالى.